بعد فصل الفسيلة هنزرع بقى في الأرض المستديمة. عشان نزرع في الأرض المستديمة عندنا كذا مرحلة. المرحلة الأولانية هي إعداد التربة زي ما احنا شايفين، بنحفر حفرة 70 في 70 في 70، ده الأرض الرملية زي ما احنا شايفين. طب افرض في أرض طينية، هعمل متر في متر. ولازم نراعي يا جماعة أن كل صنف ليه مسافات، والمسافات دي احنا حاسبينها على طول الجريدة أو طول الورقة، هي اللي بتقول لي دي. ففي عندنا أصناف جريدها طويل، فلازم نعمل حساب المسافات بتاعتنا، الفرق بينها وبينها عشان ما يحصلش تكثيف. وكل واحد زي ما احنا عاملين في الجدول اللي هتشوفه على الشاشة، المسافات المناسبة بتاعته. في الأرض الرملية هنرويها 3-4 مرات عشان نغسل الملح اللي فيها، وبعدين نطهرها بكبريت أقل حاجة، إما بمبيد فطري أو كبريت زراعي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وإحنا بنعقم حتى الجدار بتاع الحفرة عشان أي كانت دقيقة ضارة أو أي حاجة، عشان نحافظ على طلوع الجذر الجديد. نهتم جدا بالمرحلة الثانية من زراعة الفسيلة، إزاي أنا هنزل بعمق الفسيلة؟ هل عشان أنا نزلت 70 سنتي أو متر إن أنا هنزل؟ لا، أنا عندي علامة هي اللي بتقول لي أنا أسيب إيه فوق سطح التربة وأنزل إيه جوه التربة نفسها. فأنا أهم حاجة عندي إن أنا أسيب 3 أدوار من الليف الأحمر اللي إحنا شايفينه على الفسيلة فوق سطح التربة. ظبطت الموضوع ده ولقيت الليف بقى فوق سطح التربة، أنزل الإيه التربة بتاعتي وأقعد أدهس عليها برجلي عشان أثبت التربة. دلوقتي هو بعد ما يثبت التربة ويقفل، هنجيب كيب ونقفل بيه الإيه الفسيلة بتاعتنا. ليه بنقفل الكيب بتاعنا؟ عشان نحمي القلب النخلة، ودي بتقعد على الأقل 6 شهور لسنة، لما تجدد فوق الجديد أعرف إنها نجحت، وفي الحالة دي أنا ممكن أشيل الجريد من عليها. أو عندي طريقة تانية، لو ما توفرش عندي الكيب في البلد اللي أنا موجود فيها، فأنا ممكن أعمل طريقة تانية إن أنا أجيب الجريد بتاع النخل، لأن ده أكيد متوفر عند في المزرعة، وبكده أنا أكون عملنا الطرق السليمة اللي ممكن تنجح فيها موضوع زراعة الفسيلة في الأرض المستديمة.